إلى متى سيظل الشارع العربي خارج المعادلة؟ ده اللي أنا هطرحه مع ضيفي وضيفكم الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان. دكتور محمد، أهلا بحضرتك. حياك الله وبياك أستاذ محمد، أهلا وسهلا. أهلا بيك دكتور محمد. خلينا نبدأ من البداية خالص، أبدأ معاك ببداية مختلفة، بقضية خطيرة الحقيقة قلبت الشارع العربي ومواقع التواصل، وهي القضية أو قضية الانقسام بعد صواريخ إيران الأخيرة مع وضد حزب الله، وكذلك مع وضد إيران، وده له فريق وده له فريق. والغريبة إن الفريقين في ناس كثيرة منهم أقصت الفريق التاني تماما، يعني الذي رأى أن الهجوم الإيراني حقيقي، الفريق اللي ضده اعتبروا أنه ده خارج المشهد وعميل وممول وإلى آخره. إلى أي حد ترى أن هذا الانقسام منطقي ومبرر وله أسبابه؟ حياك الله أستاذ محمد، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام وكل الأحبة. الانقسام هو انقسام حقيقي وله أسباب، بعضها أسباب موضوعية وبعضها يتعلق بالثقافة السياسية. واسمح لي أبدأ بالأسباب الأخيرة. أنا أعتقد أننا لم نعتد في العالم العربي على ممارسة السياسة كجماهير وكمجتمع مدني وكمثقفين. لازم لا نفكر في السياسة بمنطق المطلقات الأبيض والأسود، ولم نتعود بعد على أن السياسة هي مساحة رمادية بالدرجة الأولى، بمعنى أن السياسة مزيج من المبادئ والمصالح، وأنه قل أن تتحقق مصلحة إلا ممتزجة بمفسدة، وقل أن تحقق ما يسرك إلا بالتغاضي عما لا يسرك، وهكذا. فأعتقد أن ثقافتنا السياسية في العالم العربي لا تزال تعاني من نقص التعاطي مع المساحات الرمادية. ومشكلة حزب الله عموما ومشكلة إيران أنها تمثل حالة مثالية من المساحة الرمادية. فإيران هي أقوى داعم للشعب الفلسطيني اليوم في مقاومته ضد الاحتلال، وفي نفس الوقت طبعا هي ارتكبت فظائع في أكثر من بلد عربي. فأنت مطلوب منك أن تؤيد إيران فيما أحسنت فيه وأن تقف في وجهها فيما أساءت فيه، لكن ضعف الممارسة السياسية في العالم العربي تجعل هذا النوع من المواقف التفصيلية صعبا. فبعض الناس يريد منك إما أن تكون مع إيران على طول الخط أو أن تكون ضدها على طول الخط، أن تكون مع حزب الله على طول الخط أو تكون ضده على طول الخط. وأعتقد أن هذا يدل على فقر ثقافتنا السياسية في جانب الممارسة البراغماتية العملية للسياسة، ولذلك تتحول الأمور السياسية إلى نوع من القوالب النظرية والجدل في المطلقات، وهو جدل خارج نطاق السياسة كممارسة. لا معلش يا دكتور، بس عشان نكلم من ناس بلغة، وما نبقاش أنا وأنت في ندوة ثقافية من الندوات المحدودة الجماهير اللي الناس بتتكلم فيها مصطلحات. أنا خليني أكلمك بلغة الشارع. يعني حضرتك بتقول، أو مش اتهام، بتقول إن ده دل على فقرنا في التعامل مع الأمور السياسية والمناطق الرمادية، اللي هي أي منطقة إنه الحاجات مش واضحة قوي، يعني لا أبيض ولا أسود، المناطق دي بقى اللي في النص دي إحنا ما نعرفهاش، رغم ان اللي تعاطوا مع هذا الامر كتير منهم مثقفين وكتير منهم داعمين او كتير منهم لهم ايادي او لهم الاراء في السياسه، فكيف تتهمنا بان تتهم هؤلاء او هؤلاء بانهم لم يتعاطوا مع المناطق الرماديه؟ انا اتهم ثقافتنا السياسه عموما، لا اتهم طرفا بعينه. وما اردت ان اقوله هو ان الممارسه السياسية هي تحركة في مناطق رمادية تتفق مع كثير من الأطراف، تتفق معها في أمور وتختلف معها في أمور أخرى، قد تمدحها في بعض الأمور وفي نفس الوقت أنت تذمها في أمور أخرى، أو تتفق معها في أمور وتختلف معها في أمور أخرى. نحن لم نعتد على هذا النوع من الممارسة السياسية. طغى الجانب الأيديولوجي والخطابي والمطلقات على خطابنا السياسي وعلى ممارستنا السياسية.
وأعتقد أن هذا النقص في بسبب عدم التمرن، لأنه ما سمح لنا بممارسة السياسة العملية البراغماتية في الدول العربية، وهذا من أسباب التعاطي مع هذه الأمور. مثلا لما كانت توجد حركات تحرر في بلادنا في منتصف القرن العشرين، كانت تدعمها دول شيوعية مثلا، هل يعني قبول الثوار لدعم المعسكر الشيوعي أنهم كانوا شيوعيين مثلا؟ هل الثوار الجزائريين كانوا شيوعيين؟ لا، لم يكونوا شيوعيين. هل قبولك بدعم من دولة معينة يعني أنك تتفق معها في كل شيء ايديولوجيا أو مع كل سياساتها؟ لا، المشكلة أنه في العالم العربي الناس اعتادت أنه تريدك بلون واحد، والسياسة لا تقبل، الممارسة السياسية لا تقبل لونا واحدا، الممارسة السياسية تحتاج إلى الفصل بين الملفات، نحتاج أن نفصل بين الملفات، نحتاج أن يدرك الذين هم في مواجهة مع إيران أن إيران تدعم شعبا آخر يذبح وهو الشعب الفلسطيني، وأن من يمدح إيران في هذا لا يعني أنه يمدحها في الساحة السورية، أنت يمكن أن تمدح إيران في الساحة الفلسطينية، فلا ينبغي أن يفهم الناس من هذا أنك تمدحها في الساحة السورية مثلا، أو إذا ذممت إيران في الساحة السورية وسلوكها في سوريا، هذا لا يعني أيضا أنك تتنكر لما تحسن به إيران مثل دعمها للثورة للشعب الفلسطيني مثلا أو في لبنان. فأنا أقول أنه نحن لا نزال عاجزين عن الفصل بين القضايا، والممارسة السياسية تحتاج إلى فصل بين القضايا، تحتاج إلى نوع من التعامل النسبي. أتمنى أن لا يكون هذا نوع من المصطلحات مرة أخرى، ولكن هذه اللغة التي اعتدت عليها سابقا. معلش معلش، طيب في تغريدة ليك قلت نفس المعنى ده، فصلت المواقف التي تدعم في إيران وحزب الله والحوثي والمواقف اللي أنت بترفضهم، ولكن أنت تستطيع أن تفعل هذا باعتبار أنك أنت راجل مثقف وأستاذ سياسة أو الأخلاق السياسية. هل الأمور بهذه البساطة؟ ولماذا لم يتعامل إذا كانت بالبساطة دي؟ لا يتعامل النشطاء والسياسيين بنفس البساطة دي؟ أعتقد أن السبب في هذا هو مستوى عالي من الاستقطاب الطائفي في المنطقة، والحشد، حشد مكونات الأمة بعضها ضد بعض. لماذا يكون السياسيون اللي هم منتصف القرن العشرين أنضجوا منا حينما يقبلون الدعم من دول شيوعية وهم ليسوا شيوعيين، ويسكتون عن بعض الأمور التي تقوم بها الدول الشيوعية، لا يحبونها ولا يرضونها لا دينيا ولا سياسيا، والناس لا تلومهم في ذلك؟ لماذا كان الناس أنضج منا في التعامل مع هذه الملفات المعقدة؟ أنا كتبت عن هذا مؤخرا مثلا مقال على الجزيرة بعنوان فقه الثغور المتعددة، بمعنى إذا كانت الجبهات متعددة في الأمة فكيف نستطيع أن نديرها بإحسان؟ لأن قد يكون من يدعمك هو الذي يذبح أخاك، ومن يدعم أخاك في قضيته هو الذي يذبحك، فكيف نتعامل مع هذه الملفات المعقدة؟ وذكرت تاريخ الثورة الجزائرية، أن الجزائريين كان أكبر داعم لهم في ثورتهم هم كبار قادة الشيوعية العالمية مثل ماو تسي تونغ أو هوشي مينا أو تيتو أو خروتشوف في الاتحاد السوفيتي، ومع ذلك طبعا هؤلاء القادة كانوا يرتكبون فظائع في بلدانهم ضد المسلمين في بلدانهم، لكن ثوار الجزائريون واجبهم المتعين هو تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، وليس واجبهم المتعين هو محاسبة الاتحاد السوفيتي على ما يفعله بمسلمي آسيا الوسطى، أو محاسبة الصين على ما تفعله بالمسلمين هناك، أو محاسبة تيتو على ما يفعله ضد المسلمين في البلقان. فكانوا مضطرين إلى السكوت عن بعض الأمور من أجل تحقيق شيء في الأمور الأخرى. نحن اليوم عندنا مشكلة في تحقيق هذا النوع من التوازنات، ومن أسباب هذا طبعا هو الشحن الطائفي العميق بين السنة والشيعة، بحيث أنه أصبحت المسألة ولاء وبراء، ليس فيها نقاش نهائيا، وهذا ضيق المجال كثيرا، وللأسف أنه ليس فيها إنصاف أيضا، يعني بعض من الجبهات مثلا عندنا الساحات ما عندهم مشكلة، هم يستعينون مثلا بطرف معين يسيء إلى طرف إلى أخيهم، وإذا استعان أخوهم بهذا الطرف يخافون أو ينتقدونه في ذلك. مثلا
هنالك من ينتقد حماس لأنها تأخذ الدعم من إيران، وهو ما عنده مشكلة أن يأخذ الدعم من أمريكا مثلا، وهي تذبح الشعب الفلسطيني، يعني هي مشاركة عملية في ذبح الشعب الفلسطيني. فهذا نوع من عدم الإنصاف. أنا أنصح بأن الساحات المتعددة ينصف بعضها بعضا، وكل واحد يتفهم غروف الثاني ويعين، يخلي يتغاضى، يعني طيب يتغاضى لأخيه معلش يا دكتور، خلينا عن تفكيره مصالحه السياسية. نعمل بيان على المعلم. يعني حضرتك ضربت مثل بالثوره في الجزائر، انه الجزائريين تعاونوا او يعني تغاضوا عن جرائم ماو تسي تونغ في الصين وجوزيه بروستيتو في يوغوسلافيا السابقه ضد المسلمين، في مقابل ان الجزائريين يحصلوا على استقلالهم. نعم، خلينا نمد الخط شويه وناخد اقصى نقطه عنده. يعني هل معنى كلامك ده يا دكتور ان انا لو لقيت الجايز او الشواذ واقفين معايا ضد او في صالح الفلسطينيين، هل معنى كده ان انا اتغاضى واوافق ولو يعني اتسامح مع افكار الجايز او الشواذ الخاصه بيهم؟ سؤال مهم. هذا امر تعرف انا واجهته عمليا لما كنت ناشطا مع المنظمات الاسلاميه الامريكيه في المسلمون في الولايات المتحده مثلا، في قضايا الاسره والقضايا الاجتماعيه هم اقرب الى اليمين الامريكي، فهم بحاجه الى ان يتعاونوا مع الكنائس ضد مثلا ضد قضيه الاجهاض والشذوذ وبعض الامور الاجتماعيه التي قيم المسلمين فيها تنسجم مع قيم المسيحية. المسيحيين المحافظين في أمريكا مثلا، بينما في قضايا السياسة الخارجية مثلا، مثل القضية الفلسطينية أو قضايا الربيع العربي أو الاستبداد أو غيره، المسلمون في أمريكا هم يحتاجون أن يتعاونوا مع اليساريين والليبراليين وغيرهم. لكن القاعدة في هذا بسيطة، وهي أن من دعمني في الحق لا أدعمه في الباطل، وهذا شعار مهم رفعته حركة حماس وتحدثت عنه كثيرا، وهو شعار مهم، مبدأ مهم جدا. يعني أنا لو خرجت هذه الجماعات في دعم القضية الفلسطينية ما عندي مشكلة أخرج معها، لكنها لو خرجت تروج الشذوذ لن أخرج معها. فأنا أمشي في المساحات المشتركة التي فيها تتفق مع مبادئي ومع مصالحي شعبي، ولا أسير في المساحات الأخرى. هذا ببساطة، يعني لا، ما هو انا الثوار الجزائريين لم يدعم المعسكر الشيوعي في شيوعيته، لا بس انا دعم بس انا المعسكر بس الشيوعي انا لدفاعه عن الشعوب وتحرر الشعوب مثلا. بس انا تغاضيت عن جرائم ماو تسي في الصين ضد المسلمين نعم، علشان تنجح الثورة في الجزائر، وبالتالي هتغاضى عن أجندة العابرين للجنس أو الشواذ لأنهم معايا في القضية الفلسطينية. لا، هو القضية يا أستاذ محمد هو قضية الواجب المتعين. أنا ما هو واجبي المتعين؟ واجبي المتعين القضية التي أنا أناضل فيها الآن، مثلا إذا فلسطيني يسعى لتحرير فلسطين، أو سوري يسعى لتحرير سوريا من الاستبداد، أو مصري يسعى لتحرير مصر من الاستبداد، هذا واجبه المتعين، يستعين بكل ما يدعمه وبكل من يدعمه في هذا الواجب، لكنه لا يسير معهم في مساحات أخرى. أنت لست وكيلا على كل البشر، أنا لست الأمم المتحدة ولست مسؤولا عن كل قضايا العالم، أنا عندي قضايا معينة أسير فيها. المهم في كل هذا قاعدة أن لا أعين الظالم على ظلم أخي، وأن لا أسوغ له ظلم أخي. فأنا كفلسطيني لو أخذت من إيران السلاح لن أمدحها على قتل السوريين مثلا، لكني سأمدحها لأنها زودت المقاومة الفلسطينية بالسلاح. لن أسوغ لها مشاركتها في ذبح الشعب السوري، لكني سأمدحها على أنها دعمت الشعب الفلسطيني. فلماذا إذا قلت كلام أنت تفهم منه كلاما آخر؟ يعني الفلسطيني إذا مدح إيران بدعم الشعب الفلسطيني لم يمدحها بأنها ذبحت السوريين مثلا. فلذلك بعض الإخوة يتجاوز، يعني يريد أن يفرض عليك منطقا شاملا ويجعل أن قضيته تعمم على كل القضايا، وهنا يقع التناقض والشد والجذب الذي تحدثت عنه في بداية الحلقة في على السوشيال ميديا الذي نراه الآن. لو أن كل واحد عذر الثاني قال له يا أخي أنت لا تدعم هذا الظالم ضدي، أما أن تريد تستعين به في قضيتك فلا بأس، ما في مشكلة في هذا، فلنتفق على هذا، كل واحد يستعين بمن شاء،
لكن لا أحد منا يدعم ظالم ضد أخيه ولا يسوغ لظالم ظلم أخيه. هذه هي القضية. طيب فحماس لما تمدح مثلا النظام المصري لأنها تحتاج، لأنه هو بوابة على غزة، لأنه هو منصة من منصات التفاوض، هي تمدحه أو تتودد له فيما يتعلق بقضية فلسطين، لكنها لا تمدحه على قمعه للشعب المصري. ونفس الشيء إذا مدحت إيران تزويدها بالسلاح، هي تمدح إيران لأنها زودتها بالسلاح، ليس لأن إيران قتلت السوريين. فلماذا أنت تقول لي لا، أنت مدحك لها على أن أعطتك سلاح معناها أنك تمدحها على أنها ذبحتنا؟ لا، هذا ليس صحيحا، هذا نوع من ربط قضايا ليست مرتبطة. ولذلك أنا أوصيت الأحبة الذين يخوضون في هذا أن يستعملوا قاعدة شرعية أصولية معروفة، وهي تسمى في علم المنطق وعلم الأصول قاعدة انفكاك الجهة، بمعنى نحن لا نتكلم عن جهة واحدة، نتكلم في أمرين مختلفين. أنا لما أقول أن إيران أقوى داعم للمقاومة الفلسطينية هذا واقع، لكن هذا لا علاقة له بما تفعله إيران، وليس تسويغا لما تفعله إيران في مكان آخر. طيب معلش، هذه هي الفكرة اللي للأسف كثير من الناس لا يريد أن يستسيغها وتؤدي إلى هذا النوع من الاحتكاك الذي ليس في مصلحة أي طرف من الأحرار الموجودين على مساحات العالم العربي كله. دكتور محمد، حضرتك أستاذ الأخلاق السياسية، اللي انت قلته ده كله من البداية حتى الأخير، التفسير الأخير، ما تصدمش يعني، بس أنا هقوله لك أنا ترجمته إزاي. هو التعامل، أنت توصي بالتعامل مع الأمور السياسية بشكل واقعي بدلا من الالتزام بالمبادئ والأيديولوجيات الثابتة، صح كده؟ لا، هذا ليس ما قصدته. صحيح أنا أدرس الأخلاق السياسية، وأول كلمة أقولها للطلاب عادة إذا درست مادة الأخلاق السياسية، أول كلمة أقولها في بداية الفصل الدراسي إذا دخلت على الطلاب، قل لهم السلام عليكم، مرحبا بكم في المساحة الرمادية. يقولوا ماذا تقصد بالمساحة الرمادية؟ قل ما أقصد بالمساحة الرمادية الأخلاق السياسية. الأخلاق السياسية هي أخلاق، ليست أخلاق مطلقة مجردة، ليست فلسفة، هي محاولة للتقريب بين المبادئ والمصالح. السياسي الناجح أخلاقيا ليس فيلسوف يضع نظريات في الأخلاق أو أستاذ يدرس الأخلاق في الجامعة. تدريس الأخلاق في الجامعة سهل جدا، لكن ممارستها في السياسة صعبة. لماذا؟ لأن مطلوب منك أن توفق بين المبادئ والمصالح، ومطلوب منك أن تشترك في مساحات مشتركة مع ناس تختلف معهم في أمور كثيرة، مما يعني أن تسكت عن أمور كثيرة لا ترضيك، تسكت عن كثير مما لا يسر، لكن هذا ضروري لتحقيق المصلحة. طب ما هو ده اللي انا قلته يا فندم، هو التفكير العملي بما يصلح انه يتحقق، وليس ما دي البراغماتية السياسية يا دكتور. لا في فرق بين البراغماتية التي لا تلتزم بمبدأ وبين البراغماتية التي توجهها مبادئ. المنظر السياسي يعلم الناس مبادئ، تمسكوا بالعدل، تمسكوا بالحرية، تمسكوا. الممارس السياسي مطلوب منه تحقيق ما يمكن تحقيقه من هذه المبادئ على الأرض. في فرق كبير بين الوظيفتين. ولذلك نيلسون مانديلا في مذكراته قال كلمة لطيفة، قال إن المعارضة السياسية سهلة جدا. المعارضة السياسية يا فندم؟ سهلة جدا، يعني الشغل اللي أنتم تعملوه الآن يعتبر مانديلا أنه سهل. المعارضة السياسية، يقول المعارضة السياسية سهلة جدا. لماذا؟ لأن كل ما هو مطلوب منك، أي شيء تعمله الحكومة قل أنه غلط. ولكن الممارسة السياسية، إذا كنت تمارس السلطة فأنت مضطر أن ترجح بين مبادئ لا تستطيع تطبقها كلها في وقت واحد، ترجح بين مصالح لا يمكن أن تحققها كلها في وقت واحد، فهنا تدخل في مساحة رمادية صعبة تحتاج مستوى من التوازنات. هذا هو الفرق بين الممارسة السياسية وبين التنظير والفلسفة. فنحن تعودنا في العالم العربي، لأنه ليس مسموح لنا بممارسة السياسة، تعودنا على السياسة كشعارات ونظريات، ولم نتعود عليها كممارسة عملية. لذلك لا نسامح السياسي الذي يقوم بتوازنات هو مضطر لها،
بينما حقيقة ما في سياسي يستطيع أن يمارس السياسة إلا سواء كان أخلاقي أو غير أخلاقي إلا بنوع من التوازنات، بمعنى قبول بما فاسد من أجل تحقيق مصالح، التنازل عن بعض المبادئ لمبادئ أهم منها. هذا ليس خروجا على الأخلاق، وإنما هو ممارسة عملية للأخلاق السياسية. طيب نكمل يا دكتور، في لأي درجة ساهمت أنت الليلة تحب الفلسفة، ما بدك تخوض لا في لا السياسة. خالص، أنا بس بحاول أفهم وأفصل للناس وأوصل للناس، لأن المعركة كانت كبيرة جدا. لأي درجة يا دكتور ساهمت أنظمة ووسائل إعلام عربية وكتاب في تأجيج هذا الانقسام وإشعال المحاديث عن الضربات القرنية، وكيف استفادت منه الأنظمة العربية زي نظام السيسي في مصر مثلا؟ الأنظمة العربية أغلبها أنظمة منخرطة في المشروع الأمريكي الإسرائيلي، ولذلك هي لا تريد من يشوش على هذا المشروع. ماذا تعني لا، كلمة أنظمة منخرطة في تنفيذ المشروع الأمريكي الإسرائيلي؟ أعتقد أن هذا كلمات عربية واضحة، يعني لا 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 تحتاج لا، إلى بس عايزة تفسير، يعني إسرائيل لديها مشروع، إسرائيل الكبرى، أغلب الأنظمة هل العربية، الأنظمة العربية منخرطة في تنفيذ هذا المشروع؟ الأنظمة العربية أغلبها أنظمة مطبعة ماشي مع المشروع الإسرائيلي، بعضها ماشي معه باقتناع، بعضها سائر مع هذا المشروع بالإكراه لأنه خاضع للمظلة الأمريكية ولما تريده أمريكا في المنطقة. هذه الأنظمة لا تريد من يشوش على هذا المشروع الصهيوني في المنطقة، لا تريد من يشوش عليه فعلا، ولا تريد من يشوش عليه حتى قولا، حتى من يكتب تغريدات ضده، لا تريد ذلك حقيقة. ولذلك قررت الاستراتيجية هذه الأنظمة واستراتيجية إسرائيل وأمريكا من ورائها هو إشغال الناس بالمعارك الجانبية حينما تشتعل معركة حياة وموت، مثل ما نراه اليوم في غزة وفي لبنان. يريدون إشغال الناس بمعارك جانبية، في جدل حول عدالة الصحابة، أو جدل حول اليزيدية والحسينية، أو جدل حول تاريخ العلاقات بين السنة والشيعة، أو أمور يفترض أصلاً، أمور معقدة جدا يفترض أن لا يخوض فيها إلا المتخصصون، وأن يتكلموا فيها في دوائر أكاديمية مغلقة وبحجج تاريخية بحثية وبأسلوب بارد بعيدا عن التجيش وعن الإعلام. لكن الأنظمة تستفيد من هذا النوع من الإثارة، والقوة الدولية طبعا تستفيد من هذه الإثارة. فالقوة الدولية استراتيجيتها هو إنهاك هذه المنطقة بالصراعات الداخلية، إنهاء كل الأطراف بالمناسبة، حتى الأطراف التي تعتبر حليفة لها. حينما سألوا كيسنجر، سألته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عام 1986 أيام الحرب العراقية الإيرانية، سألته الصحيفة ما هي الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب العراقية الإيرانية، فقال كيسنجر استراتيجيتنا هي خسارة الطرفين، يعني خسارة الطرفين العراق والإيران. هذا الأسلوب الذي يسعى لإنهاك كل الأطراف، تدمير المنطقة بقوتها الذاتية، يعني تحويل والمنطقة إلى انفجار داخلي. وأنا قرأت أكثر من مرة لكاتب أمريكي، وأتذكر بعد حوادث 11 من سبتمبر أكثر من كاتب أمريكي يقولون يجب أن نحول، هما في اللغة الإنجليزية يستعملون عبارة explosion بمعنى انفجار، انفجار خارجي، وimplosion بمعنى انفجار داخلي، داخل. انفجار يتجه إلى الداخل. فهو يقولون العالم الإسلامي انفجر في وجوهنا انفجارا خارجيا، والعلاج لابد أن نحول هذه الاكسبلوجن، نحولها implosion، يعني نحولها إلى انفجار داخل الجسد الإسلامي نفسه. وهذه ليست استراتيجية جديدة، يعني فللأسف أنه لا يزال كثير من النخب العربية من السهل جدا أن يقعوا في هذا الشراء. يا أخي أنت عندك مشكلة وتريد تصفي حساب سواء مع إيران أو مع حزب الله أو مع غيره، على الأقل راعي الزمان والمكان والتوقيت. في بعض الأوقات قد يكون تصفية الحساب فيها جيدة ومفيدة، في بعض الأوقات قد يكون تصفية الحساب ليست في صالحك أنت ولا في صالح الطرف الثاني، هي عبارة عن شراك أو شرك يوضع لكما فخ لكما تقعان فيه. فأعتقد أنه هذا أيضا يرجع إلى ضعف الثقافة السياسية وضعف الثقافة الاستراتيجية. بعض الناس
معارك الماضي يخوضها اليوم. يا أخي معارك الماضي لا تخاض، كل معركة تخاض في وقتها. واجب الوقت، يجب التركيز على واجب الوقت. لما تكون المدن السورية تهدم على رؤوس ساكنيها كما شاهدنا في 2015 و2016، يجب أن تكون القضية السورية هي قضيتنا جميعا. ولما تكون غزة تهدم على رؤوس ساكنيها أو بيروت تهدم على ساكنيها، يجب أن يكون القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية هي قضيتنا جميعا. لا ينبغي أن نختلف على القيام بواجب الوقت، وحساباتنا نستطيع أن نصفيها في أوقات أخرى ليست أوقات الذبح وتدمير المدن على رؤوس ساكنيها. هذا النوع من الأولويات، ترتيب الأولويات لا يزال غائبا للأسف، وهو من أسباب المشكلات والجدل الذي نعيشه الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور بشكل واقعي خليني ألعب معاك دور كده، ودي فرصة يعني، بشكل واقعي من وجهة نظرك ماذا قدمت إيران للمنطقة غير أنها تسببت في خراب على الأقل 3 دول عربية؟ لو اتكلمنا عن اليمن، لو اتكلمنا عن سوريا، لو اتكلمنا عن لبنان، ماذا قدمت إيران غير ذلك؟ أنا أعتقد نحتاج أن نفهم الاستراتيجية الإيرانية أولا. لو فهمناها ربما نستطيع أن نواجهها بطريقة منطقية. إيران بعد الغزو العراقي لإيران في 22 سبتمبر 1980 في أرضها تبنت، استخلصت الدرس، وهو أنها لا تريد، لن تسمح لعدو أن يقاتلها على أرضها، وأنها تريد أن تقاتل أعدائها خارج حدودها. هذه النظرية أعتقد أن الإيرانيين استمدوها من الروس. روسيا، يقول علماء الجغرافيا السياسية والاستراتيجية، إن روسيا لأنها أرض واسعة شاسعة، سهوب مفتوحة، حدودها آلاف الكيلومترات مع أوروبا الغربية، مع آسيا الوسطى، مع الصين إلى آخره، وليس عندها حدود طبيعية تحميها، لا توجد حواجز طبيعية تحميها. فلذلك غزاها الغزاة نابليون وهتلر وغيره من الغرب، وغزاها المغول من الجنوب ومن الشرق إلى آخره. فروسيا منذ عهد القيصر، سواء القيصر أو ستالين أو بوتين اليوم، عندها عقيدة استراتيجية واضحة، وهو أن روسيا هي النواة، ويجب تريد أن تبني غلافا حولها تحمي به نفسها. الذي يريد أن يقاتلها تريد أن يقاتلها في أوروبا الشرقية أو في آسيا الوسطى، وليس داخل قلب روسيا. طيب ما هي نفس الاستراتيجية الإسرائيلية برضو؟ بالضبط. الإيرانيون استعاروا هذه الاستراتيجية حقيقة. الإيرانيون وجدوا أن العالم العربي عالم سائب، يهدم نفسه بنفسه، شعوبه حكامه في حرب على شعوبه، وأنه في حالة رخاوة، فقرروا أن يبنوا لهم غلافا حولهم من النفوذ داخل البلاد العربية، وأن يطوقوا في صراعهم مع إسرائيل، قرروا أن يطوقوا إسرائيل بطوق من النيران، بحيث أنهم إذا قاتلوا إسرائيل يقاتلونها في جنوب لبنان أو في جنوب سوريا أو في غزة، ولا يقاتلونها في طهران أو في قم أو في أصفهان أو في الشيراز أو في المدن الإيرانية. هذه هي النظرية الاستراتيجية الإيرانية. وأعتقد أنه ينبغي أن نفهم الاستراتيجية الإيرانية لا نفهمها فقط في جانبها المذهبي والطائفي، وإنما نفهمها في جانبها الاستراتيجي العملي، وهو بالنسبة لي أعتقد أنه أهم. طيب، هل هذا يبرر ما فعلته إيران؟ لا يبرره، لكن إذا لم نفهم المنطق الذي تنطلق منه إيران لن نستطيع أن نتعامل مع هذا المنطق. صحيح إيران هشمت عدة دول عربية، لكن هذه الدول العربية هشمتها أيضا أنظمة عربية. من الذي جاء بالحوثيين، مولهم وأدخلهم إلى اليمن، وهم كانوا عبارة عن طائفة بسيطة معزولة في جبال صعدة لا وزن لها عسكريا ولا سياسيا. من الذي جاء بها وأوصلها إلى قلب صنعاء؟ ليست إيران طبعا، وإنما دول عربية. إيران استثمرت فيما بعد حينما وجدت الفرصة. ومن الذي يريد الآن إعادة تأهيل الأسد ويرجعه للجامعة العربية؟ ليست إيران، وإنما هي الدول العربية أيضا. ومن الذي قتل ثورات الشعوب، وأولها الثورة المصرية المجيدة، وغير كل المعادلات الاستراتيجية؟ لو لم يقتلوا ثورات الشعوب، هل كان لإيران وزن أصلا أو كان لها قيمة؟ لو كانت مصر اليوم حرة وديمقراطية، وهل كانت المذبحة التي نراها الآن في غزة، وهل كانت تجرؤ إسرائيل على هذه الإبادة في غزة؟ طبعا لا. ما
من الذي يدمر السودان الآن؟ فلذلك أنا أعتقد نحن ينبغي أن نعم نقف في وجه التمدد الإيراني والعبث الإيراني بخرائط العالم العربي، لكن قبل ذلك نحتاج نبني مناعة لهذه المنطقة أولا. إذا كان من في داخل البيت يحرق البيت، فلا معنى أن تقف أن تحرس بوابة البيت من السارق أو من عابر السبيل المارة. فمشكلتنا إيران هي تستغل ما نفعله بأنفسنا كعرب وكسنة، لكن لو أوقفنا ما نفعله بأنفسنا لما كانت إيران تستطيع أن تفعل شيئا أصلا. فأنا أدعو إلى أن ننظر إلى الصورة الكلية فقط، ما تفعله بنا إيران وما نفعله بأنفسنا. إذا نظرنا إلى الجهتين، إلى الوجهين، وجهي القضية، نستطيع أن نصوغ استراتيجية فعالة في ذلك. دكتور محمد، الكاتب الأمريكي توماس فريدمان وهو مقرب من الإدارة الأمريكية، بالمناسبة هو له موقف ضد نتنياهو وبيراه متطرف جدا يعني، وبيرى أنه يقود المنطقة إلى أو إسرائيل إلى الهلاك، لكنه قال أنه ما يجري في الشرق الأوسط هو صراع ما بين محورين، أمريكا اللي بتتزعم الغرب وتقف في إسرائيل وأوكرانيا، ومحور المضاد هو روسيا وتقف في إيران وحزب الله وحماس إلى آخره. بينما الوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بيردد ما ردده الكاتب المصري في 2011 مراد وهبة، بأن القضية ليست إلا صراع ما بين متطرفين مسلمين ومتطرفين يهود. إلى أي مدى أحدهما صواب أو كلاهما صواب، أو إلى أي مدى الرؤيتين ضد بعض يا دكتور؟ توماس فريدمان هو صحفي يهودي أعرفه جيدا، درس اللغة العربية في القاهرة وتخصص في العالم العربي وكتب عدة كتب عن العالم العربي، وهو عاشق لإسرائيل كما يقول طبعا حرفا، يقول أنا عاشق لإسرائيل على مساوئها رغم كل أخطاء إسرائيل ومساوئها، فأنا عاشق لها يقول، وسلخ حياته في خدمة إسرائيل وفي الدفاع عن إسرائيل وفي التعبير عن ما فيه مصلحة إسرائيل. فخلافه مع نتنياهو هو خلاف على ما هو الأفضل لإسرائيل، وليس خلاف على صح أنه ينبغي أن نخدم إسرائيل أو لا نخدمها، وإنما هو يرى أن نتنياهو يريد أن يخدم إسرائيل بالطريقة الخطأ، وأنا أدلكم على الطريقة الصحيحة لخدمة إسرائيل ولخدمة اليهود. هذه هي فلسفة توماس فريدمان. كلام توماس فريدمان صحيح من حيث أنه الصراع له شق دولي، نعم هذا صحيح، فإسرائيل هي جزء من القوى الأمريكية أو النفوذ الأمريكي في المنطقة، بينما هنالك قوى دولية أخرى وهي القوى الشرقية روسيا والصين تزحف في اتجاه المنطقة من جديد وتنتزع لها رؤوس جسور في المنطقة هنا وهناك على حساب النفوذ الأمريكي التقليدي الموروث عن النفوذ البريطاني قبله بمئة عام. هذا صحيح، هذا هو الشق الدولي من الصراع الذي نعيشه اليوم، وأنا أعتقد أن الروس والصينيون سعداء جدا بما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر مثلا، لأن هذه المضايق هي أهم مضايق على وجه الأرض، يعني قناة السويس وباب المندب مضيق هرمز وبحر العرب والمحيط الهندي، والبحر العرب والمحيط الهندي هما بحر واحد، هذا البحر يعتبر أهم تقاطع الطرق بحري على وجه الأرض. فكون توجد قوة على ساحل البحر تضايق الأمريكيين وتضايق الغربيين وتزعجهم وترفع عليهم ثمن نفوذهم وحضورهم في المنطقة، طبعا هذا ما يسعد الصينيين والروس. صحيح أن الصينيون والروس لم ينخرطوا بشكل مباشر في الصراع حتى الآن كما كان يفعل الاتحاد السوفيتي سابقا، لكنهم خصوصا الصينيون يتقدمون بهدوء للمنطقة. الصين هي موجودة كحليف استراتيجي لباكستان مثلا، باكستان مطلة على بحر العرب، الصين هي استأجرت ميناء غوادر الباكستاني وأصبح قاعدة صينية، عندها تشتغل على موانئ في جنوب إيران، عندها قاعدة عسكرية في جيبوتي،
عندها اتفاقية شراكة استراتيجية مع إيران، والأمريكان يقولون على عهدتهم هذه الاتفاقية فيها بنود سرية تسمح للصين بوضع قوات في جزر إيرانية، بمعنى أنه ممكن بكرة، ممكن ننام الليلة ونصحى بكرة جنود صينيون موجودون في جزر في الخليج مثلا، في الخليج أو في خليج عمان مثلا، على قريب جزر إيرانية. فلذلك نعم، هنالك صراع دولي وراء ما نراه الآن من تفجر إقليمي، يوجد صراع دولي ولكنه خافت وليس يعني معبرا عنه بشكل واضح في شكل شعارات كما كان الحال أيام الحرب الباردة. طيب دكتور، معلش زي ما سألتك عن إيران فلنسأل على 7 أكتوبر، باعتبار أن احنا على بعد أيام من 7 أكتوبر والذكرى أول سنة لمرور هذه العملية. هناك من سأل أسئلة واضحة جدا، عملية 7 أكتوبر هل أعادت شبر من الأراضي الفلسطينية؟ هل عملية 7 أكتوبر ساهمت في حل هذه القضية بأي شكل أو بآخر؟ هذه الأسئلة طرحت في القاهرة تحديدا، يعني ما هو ردك عليها؟ عملية 7 أكتوبر لم تنطلق من أجل تحرير الأرض الفلسطينية أو من أجل حل القضية الفلسطينية، لأنها هي ليست حركة التحرير الشاملة، وإنما هي حركة تحريك للقضية. تعرف تعبير السادات الفرق بين التحرير والتحريك؟ هذه مصطلحات معروفة متداولة في مصر، خصوصا بعد حرب أكتوبر، بعد العبور يعني. نعم، فهنالك فرق بين التحريك والتحرير. وفي تاريخ الثورات بما فيها الثورة الجزائرية، قبل أن تكون البيئة مواتية لثورة التحرير الكبرى، توجد ثورات جزئية إقليمية تحريكية مهمتها هو إبقاء جذوة القضية حية واستنزاف العدو نفسيا واجتماعيا وإبقاء ورفع القضية أو الانتصار المعنوي على العدو على مستوى الساحة العالمية. ثورة الأمير عبد القادر الجزائري في الجزائر، ثورة الشيخ بوعمامة، ثورة أولاد سيدي الشيخ، يعني عدة ثورات إقليمية في الجزائر قبل الثورة الجزائرية الكبرى التي نعرف عنها التي تفجرت عام 1954. قبلها كانت توجد عدة ثورات صغيرة إقليمية ولم تكن عبثا، لولا تلك الثورات لما بقيت القضية حية أصلا. لذلك ينبغي أن ننظر إلى طوفان الأقصى، أنه ما أحد ممن فجروا طوفان الأقصى كان يتوقع أنه سيزحف على القدس والأقصى مثلا ويحررهما. لا، هم يعرفون أن طوفان الأقصى هي عملية موضعية جزئية، يراد منها استنزاف العدو، يراد منها الانتصار عليه معنويا، يراد منها تذكير العالم بالقضية ورفع الوعي بهذه القضية، وهذا كله تحقق. هذا كله تحقق. صحيح أن الثمن كان فادحا، وربما يكون من أطلق العملية لم يتوقع أن الإسرائيليين يستمرون في حرب طويلة على مدى عام كامل، لأن العقيدة العسكرية الإسرائيلية التقليدية هي عقيدة الحرب الخاطفة والانتصار السريع. ربما يكون هذا لم يكن في حساباتهم، ربما يكون لم يكن في حساب حزب الله حتى لما تعاطف مع الغزة وتضامن معهم، وهذا يشكر له ويذكر، وبدأ يضرب منطقة الجليل ويطرد المستوطنين من شمال فلسطين. ربما كانت حسابات نصر الله وحزب الله هو أنه الحرب قد تستمر شهر وشهرين، ونحن لن يضرنا أن نطلق صواريخ على شمال إسرائيل ونتحمل ضربات شوية نخفف عن إخواننا في غزة. ربما لم يتوقعوا أيضا أن الحرب ستستمر مدة كاملة وأنها ستنتهي إلى ضرب لبنان. الحرب هي ظاهرة ديناميكية، يعني أحيانا تبدأها ثم تتغير طبيعة الحرب طبقا لحسابات لم تكن قد حسبت عليها، وهذا يحدث دائما طبيعة الحروب. لكن مع ذلك لإنصاف من أشعلوا طوفان الأقصى، طوفان الأقصى لم يكن حركة تحرير وإنما كان حركة تحريك، وقد أنجز إنجازات هائلة من الناحية العسكرية، معجزة ضربة اليوم الأول، ومعجزة أن المقاومة لا تزال تقاتل إلى اليوم، ولم ينجح العدو لا في كسر شوكة المقاومة ولا في تحرير أسرى ولا في تفكيك نظام القيادة والسيطرة في غزة على صغرها وانبساطها وأنها خاضعة للنيران منذ عام.
ثم وهو الأهم، انتصار معنوي هائل، اختراق هائل للوجدان العالمي. والاستعمار أول ما ينهزم ينهزم أخلاقيا ومعنويا. الفرنسيون في نهاية استعمارهم الجزائر كانوا منبوذين في العالم كله، يعني كانت الوفود الفرنسية تنسحب من الأمم المتحدة، لأنه يتبارى الخطباء من كل آسيا ومن كل إفريقيا ومن المعسكر الشرقي وغيره في شتم فرنسا وفي الدعوة لتحرير الجزائر، فكانوا عايشين في جحيم دبلوماسي. فالقضية الطوفان الأقصى أنجز انتصارا معنويا هائلا للقضية الفلسطينية، ودفعها إلى الوجدان العالمي، واخترق بها وعي الشعوب، بما في ذلك أقرب الشعوب لإسرائيل وأكثرها تعاطفا مع إسرائيل وهو الشعب الأمريكي. ويمكن ده واضح في كلام الأمير محمد، أو الملك بقى، مش أمير ولا حاجة، الملك محمد بن سلمان، اللي قال إنه هو ملك على أو شعبه 70% منه شباب لم يكن يعرفون عن هذه القضية، ولكن بعد الأحداث الأخيرة بدأ هؤلاء الشباب يتعاملون أو يتعاطون مع هذه القضية. يمكن ده شوية ربما يؤكد كلام حضرتك إنه عملية 7 أكتوبر أيقظت هذه القضية لدى كثير من الشباب العربي، خاصة في السعودية زي ما قال محمد بن سلمان. لكن التايمز أشارت إلى أن 7 أكتوبر كانت ضرب فكرة التطبيع بين إسرائيل والسعودية وتعطيل خطة أمريكا لتقويض روسيا في المنطقة. سريعا يا دكتور، هل تحقق ذلك من وجهة نظرك؟ نعم صحيح، هو 7 أكتوبر حقيقة ضربة قوية لمسار التطبيع، حتى الذين كانوا يريدون على وشك أن يجاهروا بتطبيعهم أصبحوا يخجلون من المجاهرة بذلك. هي ضربة قوية للتحالف الذي كانت أمريكا تسعى لنسجه بين إسرائيل وبعض دول الخليج، توقف كل ذلك. لا ننسى أن إسرائيل نقلت إلى كانت تحت مظلة القوات الأمريكية في أوروبا، فنقلت إلى الشرق الأوسط، وسعى الأمريكان لدمجها في منظومة عسكرية أمنية مع دول عربية، هذا كله انضرب طبعا فضلا عن الجانب المعنوي. فنعم، طوفان الأقصى حقق إنجازات هائلة على المستوى النفسي والمعنوي وعلى مستوى الاستنزاف للعدو. ولا ننسى أن المجتمع الإسرائيلي يا أستاذ محمد هو مجتمع ملفق، أشتات من البشر جاءوا من كل أرجاء العالم، لا أحد منهم إلا وعنده أكثر من جواز سفر وعنده أكثر من جنسية، ويعرف من أين جاء ومن أين جاء آباؤه وأجداده. ولذلك هذا المجتمع الملفق نقطة الضعف القاتلة فيه هو أنه مجتمع ملفق يسهل استنزافه نفسياً. الرعب هو الذي سيفكك المشروع الصهيوني وليس الهزيمة العسكرية. أنا لا أتوقع هزيمة عسكرية تؤدي إلى تفكيك إسرائيل، وإنما الرعب هو الذي سيفكك هذا الرعب المجتمع المتكرر يعني الملفق. نعم، كلما قوي، كلما تعافت البيئة المحيطة بإسرائيل وخصوصا مصر وسوريا، كلما تعافت هذه البيئة وكلما ارتعب الصهاينة أكثر فأكثر، كلما قويت إيران عسكريا، الصواريخ التي ضربت بها إيران إسرائيل من يومين هي لم تكن تريد أن تقتل، طبعا إيران تعمدت ألا تضرب على تجمعات سكنية، وإلا ما أسهل أن تكون الصواريخ هذه وجهت إلى تجمعات سكنية وقتلت الآلاف، كان أسهل ما يكون. لكن إيران لا تريد ذلك، إيران استراتيجيتها مع إسرائيل هي استراتيجية الرعب، تريد بث الرعب وتريد أن لا تصل الأمور لدرجة أن تسحب أمريكا إلى التدخل. فليس من مصلحة إيران أن تتدخل أمريكا، لأن ذلك يعني هزيمة لإيران، فهي تريد أن تستنزف إسرائيل نفسيا بالرعب دون أن تدفع أمريكا إلى التدخل، وهذه استراتيجية ناجحة، وقد هاجر عدد هائل من الإسرائيليين، بعض الناس يقدر. بس دي ضد المقولة اللي بتقول يا دكتور محمد إذا ضربت فأوجع. إذا ضربت فأوجع، لكن الإيجاع قد يكون الأفضل لك هو إيجاع نفسي وليس مادي. فالاستراتيجية لا تبنى على العواطف، أنت لا تحسب فقط ضربتك الأولى، وإنما تحسب الضربة وردة فعل العدو عليها، ثم الضربة الثانية، ثم هل ستتوسع الحرب ويدخلها أطراف أخرى لا قبل لك بها. أنا أعتقد أن الإيرانيين محكومون بهاجس المصير الذي صار إليه العراق، فهم أحرص ما يكون على أن لا يدخلوا حربا سابقة لأوانها قبل أن ينجزوا سلاحهم النووي.
مهما فعلت إسرائيل، حتى لو اغتالت المرشد الإيراني، إيران لن تدخل حرباً مباشرة مع إسرائيل الآن إلا بعد أن تفجر قنبلتها النووية. أما قبل ذلك فستظل داعمة للمقاومة فعلاً، وستظل استراتيجيتها مع إسرائيل هي استراتيجية استنزاف نفسي ورعب، وأنا أعتقد أنها استراتيجية ناجحة، يعني استراتيجية الاستنزاف. التاريخ لم يقل لنا أن الجيوش، لم نعرف في التاريخ أن جيوش الاستعمار انهزمت أمام حركات التحرير، وإنما حركات التحرير تستنزف المستعمر وترفع الثمن عليه حتى يرحل. فأنت ليس مطلوب منك تهشيم إسرائيل أو تدميرها، أنت مطلوب منك إرعاب هذا المجتمع الملفق حتى كل واحد منه يرجع للمكان الذي هو فيه. وإذا حققت إيران سلاحا، أنجزت سلاحا نوويا، واستمر هذا الاستنزاف، فإن أغلب الإسرائيليين سيهاجر، والبقية الباقية ستستسلم وستتمنى أن تقبل أقلية يهودية في دولة فلسطينية، كما كان الحال حينما كانت توجد أقليات في مصر وفي العراق وفي المغرب وفي كل العالم العربي من اليهود الذين لا حول لهم ولا قوة. طيب دكتور، معلش ارجع تاني لاسرائيل طالما اتكلمنا، ولو انا عندي سؤال بخصوص الكلام الاولاني لكن هاجله لحد الاخر والوقت بيجري خلاص تجاوزناه. خطه تغيير الشرق الاوسط اللي اتكلم عنها نتنياهو واللي اشار لها الرئيس اردوغان في فيديو ليه، ان اسرائيل بعد اردوغان، ان اسرائيل يعني في فلسطين وبعد فلسطين هتحط عينها على تركيا، كيف ترى هذه السيناريوهات من التصعيد، أم أنه مجرد كلام قاله الرئيس أردوغان؟ لا، هو ليس مجرد كلام طبعا. طموح نتنياهو لا حدود له، وغروره لا حدود له. يعني حينما تراه الأمم المتحدة بيده خريطة فيها الخليج وفيها الهند، حتى الهند يعني جزء من خطته، يعني وكأن إسرائيل هي مركز الكون، والقوى الدولية والقوى المحلية والقوى الإقليمية كلها ينبغي أن تكون في خدمة إسرائيل. وطبعا هو طموحه لا حدود له، ولكن أنا أعتقد أن هذا أيضا نقطة ضعفه هو الغرور. هو يتخيل أن أهل المنطقة عبارة عن عجينة في يديه يصوغها ويقولبها كيف يشاء، وهذا ليس صحيحا. إنما هو مغرور لأن القوى الأمريكية تسير معه فيما يريد، تسير معه في هواه، لكن أهل المنطقة لم يعودوا نياما. وطبعا ما قاله أردوغان صحيح، وهو أنه البيئة المحيطة بفلسطين، أنا أسميها هلال شرق المتوسط، أنه البيئة الاستراتيجية لفلسطين هي هلال شرق المتوسط. هذا الهلال الذي يبدأ من مصر في جنوب شرق المتوسط، ثم بلاد الشام والعراق شرق المتوسط، ثم الأناضول شمال شرق المتوسط. هذا الهلال هو البيئة التاريخية والجغرافية والبشرية الطبيعية لفلسطين ولأهل فلسطين. ولذلك كل من يريد أن يسيطر على فلسطين يبدأ بالعبث بهذه البيئة الاستراتيجية. بريطانيا قبل أن تحتل القدس 1917 احتلت مصر قبل ذلك يعني كم بفترة طويلة، يعني 1882. بعد ذلك احتلت العراق في بداية الحرب العالمية الأولى 1914، احتلت البصرة جيشها قادما من الهند مثلا وسواحل الخليج. فهي لم تقفز إلى فلسطين. فلسطين ليست بلد تستطيع أن تقفز له. لكي تسيطر على فلسطين تحتاج أن تحيد مصر، تحتاج أن تحيد بلاد الشام والعراق، وتحتاج أن تحيد بلاد الأناضول. وثم حاولت بريطانيا أن تسيطر على الأناضول في معركة جنا قلعة الشهيرة للسيطرة على مضايق الدردنيل والبوسفور 1915-1916. كل هذا قبل أن يدخل اللمبي، الجنرال ألمبي، مدينة القدس. ونفس الشيء فعله الصليبيون من زمن بعيد لما جاءوا للسيطرة على القدس. أول ما فعلوا شقوا أرض الأناضول وعملوا مذابح في نيقية وفي أنطاكية، ثم مذابح في مدن الشام في معرة النعمان وغيرها، إلى أن وصلوا إلى القدس. ثم بعدما احتلوا القدس أرادوا يحتلوا مصر، وأرسلوا عدة حملات إلى مصر. وطبعا أنت تعرف أكثر مني حملة لويس، وكيف ملك لويس الفرنسي وكيف أسره المصريون. فالفلسطين مرتبطة ببيئتها الاستراتيجية، وأهم عناصر هذه البيئة الاستراتيجية المحيطة بفلسطين هي مصر وتركيا وسوريا والعراق، يعني هلال شرق المتوسط. إسرائيل تعرف أنها
إذا لم يكن هنالك تحكم، تتحكم هي أو يتحكم داعمها الدولي في المنطقة، فإنها لا مستقبل لها. يعني نحن نعرف كما قلت من قبل، ماذا لو كانت مصر اليوم استمرت الثورة المصرية والديمقراطية المصرية، ومصر اليوم دولة ديمقراطية مدنية حكومتها تعبر عن مشاعر شعبها ومصالحه، وهي متحالفة مع تركيا. ماذا لو كان هذان القطبان اليوم ديمقراطيتان قويتان مستقرتان متحالفتان؟ لن تفكر إسرائيل في لحظة واحدة أن تهاجم غزة ولا تهاجم لبنان. فما قاله الرئيس أردوغان صحيح، فلسطين مرتبطة ببيئتها الاستراتيجية، وتحرير فلسطين لن يتم إلا بتعافي هذه البيئة الاستراتيجية، إلا بعودة مصر لأبنائها وعودة سوريا لأبنائها وعودة العراق. طب بمناسبة سوريا يا دكتور، والوقت تجاوزناه ب5 دقايق، عندي سؤال حوالين تغريدة حضرتك ذكرتها مكتوبة في حسابك الرسمي، أعتقد أن من بركات طوفان الأقصى التي سنراها قريبا سقوط السفاح بشار الأسد، وأن سباقا أمريكيا إيرانيا قد بدأ بالفعل في هذا المضمار، حيث تسعى إيران لاستبدال الأسد ووضع شخص تثق فيه أكثر بعد أن خذلها أو خذل حلفائها وأصبح خطر أمنيا عليهم، وتسعى إسرائيل لاستبداله من أجل قطع الإمدادات عن حزب الله ودمج سوريا في الشرق الأوسط الصهيوني الجديد الذي يحلم به نتنياهو. أتمنى أن يحسن أحرار سوريا وحلفائهم الأتراك استثمار هذه اللحظة المركبة ويوجهوا الأمور بوعي استراتيجي لصالح الشعب السوري قبل أن تتجه في اتجاه يخدم إسرائيل وإيران. معلش يا دكتور، أنا موافق تماما، ممكن أوافق أتفق معك تماما، لكن أين روسيا في الحسابات؟ ونحن نعلم أن النظام السوري هو تابع ذليل لروسيا. سؤال مهم. أولا خليني أقول أنه أنا في رأيي أنه الحرب الحالية ستتوسع، وأنها أول مكان ستتوسع إليه هي سوريا. لماذا؟ لأنه الإيرانيون ينظرون لسوريا، وقالها مرة أحد الساسة الإيرانيين لصديق لإعلامي، قال له نحن يدنا الباطشة هي حزب الله، أما سوريا فهي المرفق. طبعا ليست هي المهمة لكنها ضرورية لكي نبقى على تواصل مع هذه اليد الباطشة، لا بد لنا من هذا المرفق. والإسرائيليون أيضا يعرفون هذا. إذا أراد الإسرائيليون، وأنا أعتقد أنهم يريدون الآن تصفية الخطر الاستراتيجي الذي يمثله حزب الله عند خاصرتهم الشمالية، فلن يستطيعوا أن يحققوا ذلك إلا إذا قطعوا المدد بين حزب الله وإيران من خلال تحييد سوريا. وهنا أنا أتوقع فعلا أن الأمريكان والإسرائيليين سيسعون إلى التخلص من الأسد. كانت مصلحة إسرائيل في بقاء الأسد وبقاء سوريا مهشمة وفي حرب أهلية مستمرة إلى آخره، لكن اليوم وإسرائيل تسعى لتصفية قوة حزب الله، لم يعد وجود الأسد لمصلحتها. فهنا هذه المصلحة الأمريكية والإسرائيلية في الموضوع. أما إيران، الأسد برهن على أنه ضمن حلفاء إيران هو أسوأهم وأقلهم فائدة، وأصبح عبئا على إيران بدلا من أن يكون مفيدا لها. فهو لا هو يساعد إيران، ولا هو يساعد حزب الله، ولا هو يعني لا في العير ولا في النذير كما يقال. ثم أيضا مستوى الثقة بين الأسد وإيران هو مستوى ضعيف، هذا معروف أصلا، لأنه لا تربطه بإيران رباط إيديولوجي كما هو حال حزب الله مثلا. ففي النهاية هؤلاء علويون علمانيون، يعني إيران تستخدمهم استخداما وظيفيا لكنها لا تعتبرهم جزءا من معسكرها العقائدي كما هو حال مثلا مع شيعة لبنان أو شيعة العراق. وهنالك قضية ثانية أمنية أشرت إليها، وهو أن الإيرانيون، وهذا ذكره عدد من الخبراء ونقله لي بعض الزملاء أيضا عن بعض المسؤولين الإيرانيين الذين يلتقونهم، أنا ما ألتقي الإيرانيين ولا عمري ما زرت إيران بالمناسبة، وأرفض زيارتها أصلا بسبب سياستها في سوريا. لكن المسؤولون الإيرانيون يقولون في مجالسهم الخاصة لبعض الناس أنهم يعتبرون أن الأسد أصبح خطرا على إيران، وأن جنرالاتهم وقادتهم العسكري قادتهم العسكريين الذين قتلوا في سوريا أنهم يقتلون بسبب تسريب معلومات من داخل النظام، من داخل نظام الأسد، إما برضا من الأسد وإما بعجز من الأسد. فهو إما راضي بقتل
الجنرالات الإيرانيين، أو هو عاجز عن حمايتهم وهم في عاصمته، وهذا كله يدل على أنه ليس له فائدة. طبعا سؤالك مهم، وهو أين روسيا؟ هذا طبعا، هذا أكيد، هذا هو العائق الأساسي. العائق الأساسي أنه صعب تغيير الأسد من غير موافقة روسيا، ولكن أنا أعتقد أنه من الممكن أن تتفق إيران مع روسيا على بديل عن الأسد يكون في صالحهما معا، ويكون أفضل من الأسد بالنسبة لهما، وهما أكثر ثقة فيه. أما أمريكا وإسرائيل فإذا أرادت أن تستبدل الأسد فهي طبعا ستسعى إلى أن تأتي بشخص جديد يكون مطبع ومنخرط مع معسكر التطبيع والمعسكر الصهيوني العربي الجديد الذي يحاول نتنياهو تحقيقه. كيف يستثمر السوريون هذا؟ أنا أعتقد هذا هو المهم. يعني أنا أتمنى أنه فعلا ينتبهوا أن ثغرة ستنفتح، قد يستثمرونها فتكون في صالحهم، وقد تفوت عليهم الفرصة أو يأتي نظام أسوأ من نظام الأسد. فلذلك يحتاجون الانتباه لهذا، ويحتاج الأتراك أيضا الانتباه لهذا. لو أن السوريين، ثوار السوريين في الشمال مع الأتراك، استغلوا هذه الفرصة ومددوا وجودهم في شمال سوريا مثلا إلى حلب، فهذا سيكون مكسبا عظيما، لأنه حلب تستطيع أن تستوعب مثلا السوريين الموجودين في تركيا، تستطيع أن تكون قاعدة بشرية واقتصادية وعسكرية ضخمة. على الأقل إذا لم تسيطر على يسيطروا على سوريا كلها، فيسيطروا على جزء أساسي منها، وتصبح عندهم ورقة مهمة للتفاوض ولحل سياسي في صالحهم في دمشق. طيب أنا وقتي خلص 10 يعني قصدي 11 دقيقة، ولكن تبقى لدي سؤال مهم جدا أتمنى الإجابة عليه إذا يعني في وقت قليل قوي، إزاي ما أعرفش، بس هو سؤال مهم. عودا على بدء، نرجع لأول حوار تاني اللي بدأنا بيه الحوار، والمساحة الرمادية اللي حضرتك أجازت فيها إن إحنا نقف مع الشواذ أو مع عابر الجنس في إذا وقفوا معانا في قضية فلسطين فيجوز. لا أنا ما لا 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 خليني شوية أقاطعك، اسمح لي أقاطعك. أنا ما قلت إن نقف معاهم أبدا. لا أنت قلت، أنا قلت إذا جاءوا، إذا كانوا داعمين لقضية من قضايانا، مثلا إذا كانت في مظاهرات للحرب ضد الحرب في واشنطن، وفيها كل الجماعات، فيها المسلمين وفيها الشواذ وفيها الليبراليين وفيها الشيوعيين وفيها، ما عندي مانع في هذا. لكن إذا هم خرجوا يدافعون عن الشذوذ، لا أقف معهم. لا يحق، يعني بس لا بالمعنى يا دكتور في هذا أبدا. إنه لا توجد أخلاق ولكن توجد مصالح. لا توجد أخلاق ومصالح. السياسي يا أستاذ محمد، السياسي الناجح هو الذي يوفق بين المبادئ والمصالح. إذا أنت تهتم بالمبادئ فقط فأنت تصبح فيلسوفا سياسيا أو أستاذا بالسياسة أو واعظا سياسيا. أما إذا كنت تهتم بالمصالح فقط فهذه انتهازية. لكن السياسي الناجح الرشيد يوفق بين المبادئ يوفق بين المبادئ والمصالح. في هذا الإطار بقى، في هذا الإطار خليك معانا، في هذا الإطار لماذا هناك من يطرح هذا السؤال وليس سؤالي، لماذا نعيب على دول الخليج أنها تقف مع الأجندة الأمريكية لأنها في النهاية بتحمي نفسها من المخاطر الإيرانية وتصبح تابعة ذليلة إلى الأجندة الأمريكية، وتستغني بما في ذلك عن قضية فلسطين، فهي في النهاية تضع يدها في يد الأمريكان ومع المصالح الخاصة بها هي، وتتغاضى قليلا عن القضية الفلسطينية؟ لماذا نعيب عليها ده إذا كان ده من أصول السياسة وفي منطقة رمادية؟ شوف، أمريكا دولة عظمى مهمة، وكل دول العالم تسعى لوجود علاقات طبيعية وعلاقات بناءة مع أمريكا، ولا تعد دول الخليج أن لديها علاقات مع أمريكا، هذا ليس هو المشكلة أبدا. لكن لما بعض دول الخليج تذهب تعادي شعوبا شقيقة أو تحاربها أو تحاول حرمانها من الحرية أو تعين محتلا عليها، هذا لم يعد استغلال. نحن ما حدا منعكم أن تكونوا حلفاء استراتيجيين لأمريكا، ولا أحد منعكم يكون عندكم قواعد عسكرية أمريكية. اليابان عندها قواعد عسكرية أمريكية وهي دولة حرة، وألمانيا عندها قواعد عسكرية أمريكية وهي دولة حرة. أمريكا عندها 800 قاعدة عسكرية في العالم، في دول شعوبها حرة وتختار حكامها ولديها سياستها الخارجية اللي تتفق مع أمريكا وتختلف معها.
فنحن نريد منهم تحالفوا يا جماعة، تحالفوا مع أمريكا. لكن أمريكا في منطقتنا لا تريد حلفاء بل تريد عملاء، وهذه هذا هو الفرق. يعني هي في آسيا، في إفريقيا وفي أوروبا طب ما تريد هو ده حلفاء، بيحقق مصالح للأنظمة الخارجية يا دكتور. نحن نريد منهم أن يكونوا حلفاء لها، يحترمون أنفسهم. يا أخي تركيا فيها قاعدة عسكرية أمريكية، لكنها ليست، تركيا ليست تابعة لأمريكا، وسياستها الخارجية أغلب سياساتها الخارجية مخالفة للسياسة الأمريكية، وهي فيها قاعدة عسكرية أكبر من طب قواعد عسكرية. نتوقف عند ايه يا دكتور؟ طب ما هي الدول الخارجية تضع يدها في يد أمريكا لمصالح الدول الخارجية. نعم، لا، الدول الخليجية تضع يدها في يد أمريكا من أجل مصالح الدول الخليجية، ما في اعتراض على هذا. لكن ما تضع يدك في يد أمريكا لكي تذبح الشعب الفلسطيني، أو تحرم الشعب المصري من الحرية، أو تفجر السودان من الداخل، أو تشعل حرب أهلية ما في الضرر ليبيا. إذا عاد هذا على شعبي وعلى بلدي بالاستقرار والرخاء والنمو والحماية؟ هنا أصبحت انتهازية، وخرجنا من مجال التوفيق بين المبادئ والمصالح. التوفيق بين المبادئ والمصالح، مصلحتك حققها مع أمريكا، لكن احترم دم أخيك، احترم حريته، احترم كرامته. نحن ما عندنا مشكلة. هل اليابان حليف لأمريكا؟ لكنها لا تقاتل مع أمريكا في حروبها وفي مغامراتها في العالم. وألمانيا حليف لأمريكا وفيها 100 قاعدة عسكرية أمريكية، لكن الألمان لا يقاتلون تحت راية أمريكا من أجل تفتيت دول أوروبية مثلا، أو فرض الاستبداد على الدول الأوروبية. لو فعلوا ذلك، هذا لم يعودوا حلفاء، بل أصبحوا عملاء. وبالتالي في فرق كبير بين الحلفاء والعملاء. يا جماعة كونوا حلفاء أمريكا، ما في حدا قال لكم لا، ولا مشكلة، هي دولة عظمى والعالم كله يريد أن يحقق مصالحه في علاقات معها. لكن لا تكونوا عملاء، ولا تذبحوا إخوانكم، ولا تشتركوا في جرائم ضد إخوانكم، ولا تحرموا شعوبكم، شعوب شقيقة جنبكم، من الكرامة ومن الحرية. هذا لم يعد حلفا، هذا أصبحت أداة بيد الأمريكيين، ولم تعد حليفا للأمريكيين. والعكس يفعله حماس مع إيران. إيران، حماس تدير علاقتها مع إيران إدارة ممتازة وناضجة وأخلاقية ومثالية. لماذا؟ لأن شعارهم صرح به الأستاذ خالد مشعل، صرح به موسى أبو مرزوق وغيره، أنه من أعاننا في الحق لا نعينه في باطل. حماس انسحبت من سوريا وتخلت عن كل مكاسبها، وليست بالقليلة بالمناسبة، وأنا أشهد على هذا، ليست بالقليلة. لما تفجر الصراع بين الشعب السوري والنظام السوري، تخلوا عن كل مكاسبهم في سوريا، وتخلوا عن مكاسبهم العسكرية والتدريب والسلاح والمكان نفسه الاستراتيجي على حدود فلسطين وغيره، مراعاة للشعب السوري ومحافظة على الشعب السوري، وتخلوا عن كل مصالحهم هناك، ولم يقولوا كلمة على مدى أكثر من 30 سنة من عمر حماس. لم يقولوا كلمة تسوغ ظلم لشعب شقيق، لا سوغوا للنظام المصري ظلم الشعب المصري، ولا للنظام السوري ظلم الشعب السوري، ولا سوغوا لإيران الظلم الذي فعلته في أكثر من دولة عربية. هذا هو المطلوب، نريد إدارة العلاقات مثل ما تديرها حماس، تحقق مصالحها لكنها لا ترضى أن تستعمل أداة للإضرار بشعب شقيق. إذن كل وهذا نريد أيضا الدول العربية اللي عندها علاقات بأمريكا تعمل نفس الشيء. إذن كل أنت ترى أن كل الأنظمة العربية هم عملاء لأمريكا وليسوا شركاء لأمريكا يعني. لا، ليس كل الأنظمة العربية، لكن بعض الأنظمة العربية علاقتهم بأمريكا خرجت من نطاق الحلف إلى نطاق العمالة والأداة، لكن لا حاجة لتسمية الأسماء. لكن الأنظمة دي متساوية في العمالة، بمعنى إنه الأستاذ محمد إلهامي مثلا له تعبير بيقول إن النظام الأردني تحديدا هو أكتر نظام عميل لأمريكا وأكتر نظام تم صناعته يعني. هل كلهم بنفس التساوي العملاء يعني؟ أنا لن أسمي نظاما معينا، لكن لا يوجد تساوي أصلا بين دولتين في أي شيء، أي دولتين؟ ولا يوجد تساوي بين نظامين في أي شيء. أي يوجد نظامين؟ دائما اختلاف، توجد دائما درجات ومستويات من إدارة العلاقات السياسية. هنالك من هو عميل محض ودوره دور وظيفي محض، وهنالك من يخدم أمريكا كما أكتب دائما على تويتر، هنالك من يخدمون أمريكا إيمانا واحتسابا أصلا، كأنهم يفعلوها لوجه الله يعني.
حتى ما يأخذون منها شيء، يعطون. وهنا الفرق بين مثلا لو قارنا علاقة الدول العربية بأمريكا، بعض الدول العربية بأمريكا، مع علاقة تركيا بأمريكا أو إيران بأمريكا. تركيا نجحت في صداقتها مع أمريكا ودخلت تحت المظلة الأمريكية حتى بنت قوة، أصبحت لم تعد بحاجة إلى المظلة الأمريكية، فهي نجحت في صداقة أمريكا. إيران نجحت في عداوة أمريكا، عادت أمريكا لمدة 40 سنة وانتزعت منها نفوذا، انتزعت منها، دخلت معها الشراكة في العراق وانتزعت منها العراق، وانتزعت منها مساحات كثيرة، حتى اعترفت أمريكا لها بنفوذها وتركت لها العنان تفعل ما تريد في أكثر من مساحة ما دامت لا تصل إلى الدولة اليهودية المقدسة عند الأمريكيين. الدول العربية، أغلب الدول العربية لم تنجح في صداقة أمريكا ولم تنجح في عداوة أمريكا، فنحن أصدقاء فاشلين وأعداء فاشلين. ما هي هذه مصيبة يا أستاذ محمد؟ وصلت نحن نريد أصحابنا يكونوا، يا أخي يكون صديق ناجح لأمريكا مثل تركيا، أو أكون عدو ناجح لأمريكا مثل إيران. أما الفشل في العداوة والفشل في الصداقة هذه مصيبة. الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان، كل الشكر والتقدير لحضرتك يا فندم. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذنا. بهذا اللقاء الجميل مع الدكتور المختار الشنقيطي تنتهي حلقة اليوم وينتهي الأسبوع. إلى أن نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقات جديدة من برنامج مصر النهاردة، تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.